أنا بالنسبة لي الأيلاينر بيسك بالميك اب ما له ترند. حالياً بالشتاء هذا صار في السموكي أكثر الترندي، السيلفر الجولد بشكل خيالي، الألوان الحمر الغامجة. يعني الشتاء اللي فات ما كنا، أو اللي قبله ما كنا نحط الألوان الغامجة، حالياً ردت الألوان العنابية، ردت الألوان الكرزية، المارون رد بكثرة هالشتاء. الكونتورينج بالذات عادة البنات يفكرون أن البرونز هو الكونتور، الكونتور هو الطبيعي أنه يكون لون الجري، لون الشادو الطبيعي للبشرة. فالحمد لله تطورنا، يعني بالأول ما ظهر الكونتورينج هو بزمنات من أول الكونتورينج ظهر، بس صار عندنا من قبل 5 سنين نقول أو أكثر صار ترندي عندنا أكثر، فقمنا نستخدم البرونزر as contouring، وهو هذا الغلط. والحمد لله حالياً قاموا يلجؤون للون الرمادي، فقاموا يخففون الكونتورينج أكثر. أساساً من السمر 2022-2023 الجلتر بالروج بالملابس بالشادو آي شادو، الجلتر مكتسح عندنا كخليج وكوطن عربي وكأجانب. أنا عادة مع الزباين أحب أمكس الترند مع على حسب ستايلها، يعني في جلتر مثلاً فور إكزامبل، في جلتر يكون حباته كبيرة أقدر أحطها حق كلاينت معينين، أما إذا شفت واحدة تبي السمبل أحط لها الجلتر اللي يكون ناعم أو حباته صغيرة، فنعطي الترند بالستايل الزبونة نفسها. إحنا كخليج نحب العين الكبيرة، نحب نبرز العين أكثر، نحب الجلو، نحب نطلع أنوثة المرأة مع جراءتها، فدايماً عندنا العين أكثر نحب نبرزها بالميك اب.